مواطن أوريري ما قادرش يصبر مازال لهاد الدل. إلى متى؟ باغين تغيير وباغين نشوفوا شي حاجة اللي زوينة كشباب حيت عيينا. الناس هنا مريضة بزاف، كلشي هادشي مسكون بالعربية تعرف بهذا المصطلح هذا، وراه ما تسناوش واحد النهار يجيو يتفرقع، راه واحد النهار غيجي يتفرقع هادشي، راه يوميا كيكون هنا الإجرام ويوميا كيكون هنا الصداع. هو بطبيعة الحال غادي ندوي بحالي بحال كاع الناس على هذا المشكل اللي طاري حاليا، اللي هو مشكل الربط بقنوات الصرف الصحي. هذا المشكل ماشي هو الوحيد اللي عندنا في هذه المنطقة، غير هو كان المشكل الفاصل اللي خلى الناس تنتفض مقارنة مع بزاف الحوايج وزيادة على بزاف المشاكل اللي كتعاني منها المنطقة. واش لا يعقل عباد الله أننا في 2020 الناس صيفطات عباد الله صيفط ناس مشات للفضاء، ناس عندها مشاريع وصلت لواحد الدرجة اللي كبر وصيفطوا عباد الله للفضاء، وحنا باقي واحلين مع بنادم باقي واحل في باله مع أنه يخوي المطمورنا في راس الشهر كي غادي يدير ليها وكذا وكذا. ولكن حنا كندهو جماعة، خاص تكون عندنا مسؤولية مدنية كأفراد، والمسؤولين حتى هما يتحركوا واحد شويه، ولكن للاسف ديما كنتلقاو مسؤولين اللي لن تملأ بطونهم كما تنقولوا حنايا. الى متى باغين التغيير وباغين نشوفوا شي حاجه اللي زوينه كشباب حيت عيينا، غادي نكبروا حتى حنا ونشرفوا ونأملوا في تغيير لولادنا وكذا؟ الى متى؟ راه هي واحد الحرقه خارجه من القلب هي اللي كتخلينا نهضروا بحال هكذا. هاد الناس اللي مكلفين بلا زيبو ما داروا معنا والو، دائما كيدخلوا علينا. من 2007 دخلت لجوج المواكن ديال المواكن ديال الرمصه ديال الماء وما استفدت فيهم، كان خلصت ليهم لازيغو وخلصت الاستهلاك وما استفدناش. دائما كيدخلوا علينا، دائما كيقول لك هذا العام هذا العام الجاي هذا العام هذا العام هذا العام، ما عمرنا شفنا والو. ودابا دايز لازيغو قدام ديورنا وتكرفسنا بزاف وما درنا والو. هاد الناس كيدخلوا علينا، هادشي كاع الناس رمعيقين. وبيبا دخل علينا لديورنا والتكرفيس والخانز وجميع المسائل. المشكل ديالنا هو الصرف الصحي وهاد الحر كنعاني، ولواحد الدرجه ما كتصورش اننا ولينا كنعيشوا وسط ثلاثه المطمورات النطفيات بالعربيه، هما المطمورات كنعيشوا وسطهم، كاينه البيوت اللي فيهم المطمورات. انا مازال البلاصه فاش كاين انا في الحي فاش كاين انا هو غريفولوس انه دايز لي واد الحر، ولكن البلايص خاين تضربنا النفس وكتضربنا غير على دوك الناس اللي لا اله الا الله محمد رسول الله. حنا عايشين وسط الخنز، عايشين وسط الحشرات، عايشين وسط البرغوت، عايشين وسط الجنون، حتى هما عايشين وسطهم. حيت واحد الحاجه انك عايش انت وسط مطموره يعني اي حاجه تتكون فيها، فهمتي؟ يعني مثلا كدوز، مثلا انا كندوز مثلا كندوز طوموبيل السيكتور ولا كندوز طوموبيله ديالي كندخل للدار، مره كطيح لي الطوموبيل عندي انا في حفاري ديال المطمورات ديال السيكتور، فهمتي؟ لا يعقل هادشي اننا نخلصوا هاد الحر من التسعينات لدابا 2020 ومازال ما عندناش هاد الحر. نتساراو العالم كامل ونتساراو اي قاره هنا في اي بلاصه هنا في المغرب ما غاديش نلقاو بحال هذا. اوري هذا اللي مهمش لواحد الدرجه ما كتصورش، وتنقولوا علاش كاينين هنا القتاله وعلاش كاين ديما الاجرام وكاين هنا لا اله الا الله، لا تيران لا جرده لا هاد الحر لا اي حاجه. وسلم الموضوع ديالنا هو هاد الحر، نبقاو في الموضوع ديالنا. راه كنعانيو بزاف، راه كنعانيو بزاف لواحد الدرجه راه ما كتصورش. لا اله الا الله محمد رسول الله. هاد الناس ديال الجماعه خاص يتحركوا واحد شويه، ما بقاش نقولوا لا هذاك فلان وهذاك فلان، لا هذا فاميلت هذا ولا هذا فاميلت هذا. الشيء هو اللي خرج علينا في هذا اوري هذا، خاص نكون عندنا كلمه وحده ونتحدوا بعضياتنا بحال هادشي ديال البحر نهضروا عليه، مثلا تيران نهضروا عليه، الجرده ديالنا نهضروا عليه، من حقنا سبيطار من نهضروا عليه، فهمتي؟ يعني هادشي هذا خاص يكون، هادشي هذا خاص يكون عندنا. هادشي هذا راه كنعاني، وراه كنعاني لواحد الدرجه حنا كشباب والله اخويا لا كنعاني، وما كنقدوش ندوزو الطف بعض المرات، تندوزو في دوك الصروبه ما كنقدوش ندوزو عليهم، كنخافوا على ريوسنا. راه الناس الله اعلم اش كدير في ذاك الماء وداك الشيء تقدوز عليه انت، حنا كندوزو عليه 24 ساعه على 24 ساعه، كنبقاو ندوزو على الصروبه. راه ولينا عايشين في واحد البيئه اللي لا يعقل، ناري تحرك هنا شي زنزانه ولا شي حاجه بتهرب غادي تطيح في الحفره ديالك اللي داير حدا داركم، والله تطيح فيها بالله. تصور السيكتور ديالنا كله حفره 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 حفره، لا يعقل لا يعقل. 2020 الناس كتخلص جوج الملايين، وناس خلصت الزباله ديال الفلوس من 90، وحنا مخلصين واد الحار ومازال ما دارش واد الحار، لا يعقل. يعني شي حاجه ما كتقبلش العقل. واش هاد الناس ديال اوري بهذا المصطلح هذا واش هما
مونيكات واش دوميه واش ما فيهمش نفس واش ما كيتحركوش هضروا شويه على لا لا ما بقاش نقولوا لا لا البراني 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 حنا تنبقاو مغرب واحد والنفس نفس بحال الشلح بحال العروبي بحال بحال ما كاينش الفرق لا فرق بين عربي ما كاينش الفرق والسلام من الاخر فهمتي يعني خاص نتحدوا ونكون يد وحده ونهضروا على هذا الموضوع هذا حيت كاين بزاف ديال المشاكل من غير هذا الحرب كاين شي حاجه بيزاغ شي حاجه فايته الفوت يعني خاص نهضروا على هذا الشيء وخاص نكونوا يد وحده وهاد الناس اللي كيما نعاود هاد الناس ديال المسؤولين ديال اللي كاينين في الجماعه راه خاص يديروا الاجراءات ديالهم تكون فيهم غيره ماشي اللي جاي يدوز هنا خمس سنين ويسد بحاله خاص تكون غيره على هاد البلاد هادي حيت ولاداتهم وليدات وليداتهم غيعيشوا هنا وغيكبروا وليداتهم وغيبداو يقولوا لهم شوف راه باك ما دارش لينا ولا بنتك راه ما دارتش لينا ويبقى هذا المصطلح كيسمعوا حياتهم كاملين يعني راه كاين الموت كنا غنموتوا تنتمنى تكون نفس تكون ضمير عند هاد الناس هادو اللي شادين هاد الجماعه هادي كنشوفوا كتغازل تنشوفوا تغازل مقدمه لواحد الدرجه ما كتصورش وغاديه في واحد النيفو عالي علينا بزاف بينا حتى حنا نكونوا 50% ديال دوك الناس فهمتي اش هذاك السيده البارح ودار شي حوايج هنا بزاف كنتمنى من هاد الناس ميساج لهاد الناس اللي شادين الجماعه يتقفوا معنا شويه ويكونوا واعيين معنا راه الشباب ديال الاوري روعه روعه وراه ما تسناوش واحد النهار يجي يتفرقع راه واحد النهار غيجي يتفرقع هادشي راه يوميا كيكون هنا الاجرام ويوميا كيكون هنا الصداع ويوميا تتكون هنا البلبله غير الناس ما كتشوفش داكشي كيبقى مخبي وشي كيسمح لشي باسم جمعية أناروس لحماية المستهلك أولا نندد بشدة استهتار الاستخفاف الذي قامت به شركة الرمسة بعد إعلانها عن إلغاء صفقة فتح عروض لتكملة مشروع الصرف الصحي بأورير. الشركة لا زالت مستمرة في الاستخفاف والاستهتار الربط ديال المنازل رغم انها كان عليها انها تؤدي واحد الخدمه مقابل انه المواطن الاوريري ادى ثمن هذه الخدمه لمده 20 عام 20 سنه والمواطن كيؤدي واحد الخدمه اللي ما كايناش على ارض الواقع. الصرف الصحي اللي هو كان نورمالمون غادي يكون مع الربط بالماء الشارون منذ 2001 منذ 2001 حتى 2020 ولا زالت الرمسة تستخف بالمواطن الأوريري وهذا خاص الساكنة تنتبه ليه وتتابع الشركة قضائيا تتابع الشركة قضائيا لأنه هذا استهتار وتلاعب بحقوق المواطن المستهلك الأوريري. ثانيا شركة الرمسة جنت الملايير ثم الملايير المتعددة من المستهلك الأوريري بالمقابل أنها كتقول بأن سبب إلغاء هذه الصفقة هو بخصوص ترشيد النفقات. واش المواطن الأوريري منذ 20 عام هو كيدي واحد الفاتورة واحد الفاتورة اللي ما كايناش في أرض الواقع ومن بعد كتقول لك الشركه انه ترشيد النفقات، واش ترشيد النفقات على الملايير الاستثمارات اللي خدتها من هنا من اوريل باش انها تلغي هذه الصفقه، اذا على الشركه ملزمه قانونيا انها تعيد الصفقه بشكل مستعجل لانه الساكنه والمواطن الاوريري ما قادرش يصبر مازال لهذا الدم اللي وقع فيه لأنه الشركة ملزمة قانونيا أنها تؤدي الخدمة تعطي الخدمة ديال الصرف الصحي ربط المنازل بشكل فوري وبدون تهاون ولا كنخدم في الطاكسي وكنهضر مع ناس مثلا كنهضر مع دراري دريات والأكثرية ديال الدريات تقريبا الأكثرية ديال الدريات مسكونات فاش تنجي نفكر على لا كنفكر معقلي تنلقى هادشي هادشي اللي مسكون وهادشي هاد الجيل اللي عندنا هنا راه الجيل تقريبا راه اكثر من هاد الناس ديال الاوري هادشي اللي كيبان لي انا الناس هنا مريضه بزاف كلشي هادشي مسكون بالعربيه الطعرب بهذا المصطلح هذا ولكن شحال ديال الناس دابا يعلقوا يقولوا هذا شنو كيقولوا شنو ولكن بالعربيه الطعرب 50% مسكونه الناس هنا مسكونه الناس هنا كطيح الناس هنا باقي يقول لك هاد الدار مريضه فيها الجين هاد الدار مسكونه هاد الدار مسكونه علاش على هاد الوضع الحراره انا كشاب كندوز ما كنبغيش ندوز على هاد الصعوبه هادو كنعانيو ما كنبغيش ندوز علاش ما كنبغيش ندوز كنخاف على راسي انه نكون بحال ولد فلان ولا بحال مثلا بنت فلان
راه هادشي خايب. كندوزو حنا على هاد الصروبه يوميا يوميا، كندوزو على هاد الصروبه وكندوزو على الحفاري. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.